جيت كباري سالت عليك، قلت لهم مين ودري بيلا، قالوا لي برا ادخل كباري وابدا دور نهز ورا نهز يعرضكش يدور قهوه. طب كنت قاعد في القهوه وطالع فهمت هوني ريتكم علىني ماني لا يمات ما قلت ثاني انك انت الغيبه لا يكتم كذا شو ما ريتكش. طلعت لمصر. مصر ها محرس في مصر على روحي محرس محرس ودي في مصر فهمت ما طلقت شكون معرس عامل احكي لي شو عامل مصر يا ودي ما مغربية فهمت كذا تعرفت على وحدة بيه في بالي من الاول بيه فهمت ذي مصري تفيد ذي البنتي تفيد هاي بنتي تفيد ذي المدام فهمت عندي منها ثلاثة صغيرات جبتهم عندهم ياسر ذري صغار عندي بدوي عمره 12 سنة بدوي وفرغالي عمره 10 سنين وحانط حانط عمره 8 سنين قرد العش حانط فهمتها قرد العش حانط ثلاثة صغيرات ما طلقت فهمت تعاركت انا وياه مشاكل فهمت انا وياه مشاكل انا وياه هي مشات فهمت ثم واحد فهمت صاحبها فهمتها الحما صاحبته ولا مانيش عارف هذايا فهمت اسمه بهجت قلبت كيفاه قلت لقيت في التليفون نمرو بهجت فهمت مشيت البهجت هذايا ودي شبيه قلت له تليفونك عند المدام مش يعمل اي ماش بيه قال لي مالك مالك لحمت هذاك هو فهمت كلم ولاد حومته جبت عليه الحديد كلم ولاد حومته بهجت جاني فهمت فكرت ومروت وطلعت وهبطت وجوني الكل يا ودي وطالعت وبهقت حومة كاملة تكتلوا علي في حومتهم انت واحد في حومتهم هك بهقت مروت طلعت هبطت فكرت شوكت هكا يا جوني كليك يا ودي لحمة انا وياه هاي ضارب ومضروب جو فهمت ثلاثة سيزيات كشاويشات يجي 13 شاويش هزوني خوك لاك مركز من القيزة فهمتها مش كيما هنايا تو وريت في الكبارية كل مركز ومنا مركز وجبل جلود مركز حي النور مركز ومن لا لا مصر كامل 100 مليون عندهم مركز برك مركز وين مركز برك امن القيزة هزوني خوك الامن القيزة فهمتها نبحث غاديك ثلاثة ايام فهمت على عطيت فهمت كفالة وروحت على روحي رجعت لبتي كيفاش الحكاية فهمتي كيفاش الذري يذوم فهمت يطاوى ذاي فهمت الصغير حاناطة ذاي يا ودي جاي بيته وش بس نقول عين زرقاء وعين خضر أنا من هاني يا أخويا فهمت بس نطلقها وهاني فهمت خليتك الصغار فهمت وحاناطة يبكي يقول لي يا أبويا ما تسبنيش لي وحدي دري بيل أرجع للكبارية وروح للكبارية حي النور مبنك في هذيك حومتي الأساس حي النور والكبارية بلد التاني كما يقولوا المصارى ديما لهنية ديما في الكبارية ما حومتي حومتي حي النور أنا حكي شوي مع الشباب على ولاد حوم الشعبية اللي ضيع في دوامة المخدرات اللي ضاعوا في المخدرات اليوم أولادنا ضاعوا في الإفة هذي كليتهم يا أخويا العباد في المخدرات ضاعت مي العباد يا صاحبي ذكا هو ولا يقول لك نحط في راسي نرزن راسي فهمت بس ما نعملش كوارث ولزها الفقر العباد ولا تفهمت تعب تعب اخويا تو تحط مخدرات في راسك يا ما تنجمش ترقد تو ولت العباد تشوف فيها الدور الكلها مرضى بالاعصاب الكلها مجومجمه تستعمل في المخدرات العباد مش باش تشيخ باش يرقد باش يرقد باش يرقد ما يجيش النوم بلاس مخدرات يا معلم انا مخدرات في الحبس في كل تاو يقول لك حبس تو رد ادخل حبس قبل يا معلم بس نقول لك من الوسخ والخمج والزور الزاورة 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 يعطي لنا الحكم تبي تغزل لها دفابري من الجمل تبي تحرك وحدها تحرك وحدها من الجمل بالزاورة كي تعمل كاية الجملة بس تنحاها فهمت من ضبوتك بس نحي من ضبوت متاعك الجملة ما تتنحاش يا معلم من هنا ما تتنحاش الجملة تفهم فيا تبدأ شيد دم كبش يوديك البولونة يا ريت الجملة الجملة صاحبي ايش باش نقول لك تبدا شده لهناك البولونه يلزمك ترخفها كي ترخفها ترخفها باش تنحاها كل بولونه ما تنحاش ريت بالفلتاج جمل حبس تونس وراسه خيل جمل بالفلتاج في حبس تونس جمل بالفلتاج تشد لهنا الدبوره الدبوره تنحاها فهمت كل بولونه قريت وذايا شو اسمه وذايا اللي جاي جديد المرض هذايا كورونا من سواي مثل كورونا يا ذي جدري القرود هذا مرض نبيه في حبس تونس صاحبي غير التعتيم الاعلامي ما حبش يضوي مرض نبيه كلي انا جرب نبدو نجرش العباد تبدا تجرش تجرش الكلها تجرش مهرجان جرش ريت مهرجان جرش مهرجان جرش كل في كل قش معدي يا ودي انا تو عمري ما نقولنا 45 بديت باهي نحي 18 سنه هذوكم الاولانيين قرايه من 18 سنه وانا نعدي في الحبس تو معناها 45 الى 18 قد تجي هذاك الكل خويا انا معدي حبس
ويكذب عليك يا صح. وحبوسات وهم ومرض وتجوجيم ومحطمه العبيد وحطمه ذري الصغار هذوما كان السجون. اللي خرجت من الحبس اظوافري مشيت قصيتهم بالملاديسك عند الحديد صاحبي. وحش كسر وليد خرجت وحش كسر اظوافري قصيتهم خويا بالملاديسك يا معلم صاحبي. فمت كلاصت باش نحاها من سيقي يا ودي نحي فيها ونبكي تقول نحي في فاسمه ملو صخ يا معلم مريول خلعة بس نحيه استوجب تدخل جراحي. مشيت عملت عملية بس نحولي مريول خلعة بس نحولي من فوق جلدي. يقولك برادوس برادوس تصب سطل ماء على روحك انت تصب سطل ماء على روحك. يقولك برا اخرج وفيه الدوش يا معلم صبيت سطل ماء على روحك اخرج وفيه الدوش ومقيد عليك دوش وكل حكاية والفسحة اليومية الدور دورتين في الليل يقولك فسحة يومية والماكلة شنية كسكس فهمت وصلات ويبدو يحكوا كسكي وصلات باللوش يا معلم غرفه برك ساعات الحم ولا كسكي بالحمد وفي الصيف المسلمين ياكلوا فيه الحمد تقول لي في الحبس كسكسي بالكسكسي صح كسكسي بالكسكس يعطيك كار قبلي كي كسكي بالمية صح كسكسي بالكسكس هذاك وصلات فهمت كعبه طماطم ولقشه فلفل وهذا مقيد عليه كسكسي وصلات صح. في قداش من اوتيل انت معدي قداش من اوتيل سكنت فيه؟ ثم 13 احسب بدي من حربوب البرج الرومي السليان سرس هويرب 9 ابريل برج العامري الرابطه مش نحكي لك انا الوتله الكل ما قلنا درتها الوتله الكل فما السعديه فهمت الوتله الكل خويا درناها الوتله الكل فهمت وعندنا الاقامه غاديك عندي سيجور عندي الاقامه خويا ما خذها من السجون يرحم والديهم صاحبي. يا خويا سيبونا يا دوله سيبوك الناس المظامه بجاه ربي بجاه ربي يا سي قيس سعيد جيتك بجناب محمد اللي وصل لطاليا لعاد تروح به. والله يا سي قيس سعيد قسما بالله رانا نحبوك ورئيسنا وعلى الراس والعين وراك وليدها ورجال على الاخر ثم حكايه بركه بين قوسين راك غلط فيها ما عادش تروح بالعبيد تو تجيبهم من لهنا لتونس حارق بسبعة ملايين يعلم بيه ربي كيفاش دبرهم ثم اللي يبيعوا دارهم وعطوا لولدهم باش يمشي يحرق على روحه بك السبعة ملايين وصل غاديك وقبلوه طلاين تروح بيه انت كي باش تروح بيه العبد هذاك هو مجوج ولد الكباريه ولا ولد حي النور ولا ولد جبل الجلود ومروح بيه من طالي باش تهزو الستار اكاديمي باش يولي فنان تيماك باش يتضرب باش يرجع لهنا ويشد الرومبوا ويمشي الحبس ويقلق روحه ويقلقك ويقلق داره تسيبهم وصلوا غاديك وصلوا غاديك يا سي قيس لان الناس قاعده على راهي قاعده الناس تنتحر يا سي قيس سعيد قسما بالله يا طو ثم ثلاثه انتحروا وليدات صغار انتحروا تعرف ركبوا كورد يحبوا يمشوا لطالي ولا روحوا بهم راهو تروح به ركب كورد يموت ناس راهي ما عندها ما تاكل ناس راهي ما عندها ما تشرب بدي حس بينا شوي انا راحت عليا في العمر هذا بالله ياك الصغار بجاه ربي يقدرهم يا خويا اخر كلمه اقروا على رواحكم ترانوا على رواحكم الحبس ليه المشاكل ليه مشكله بس عليه المشاكل ما تعمل حتى مشكل ضربك ظلمك عبد بر الحاكم هذيك هي صاحبي بر الحاكم مش كي بيه هذاك لا ما تسميش لا يا راجل اما خير واللي يخسر عمره وهو ماشي يجي على الحبس هاني نضرب في العباد هاني 45 سنه ايش نعمل بها انا الرجله ما الرجله ما تجيب حتى شيء يا ودي والله الرجله لا تجيب حتى شيء اقول بالله امياتكم امك تي امك احترم امك سايب علينا ماكل وشام امي ما واكل حكايات احترمها بلاص باش توشمها شري لها باكو حشيشه شري لها باكو سكر شري لها شويه غله